السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الرسالة السريعة. عنوانها كن فضوليا. لا شك أنه أن تكون فضولي أمر هام جدا بالحياة، وهي رسالة للآباء والأمهات. حينما يكون ابنك فضولي أو بنتك فضولية فهذا أمر طبيعي. حينما تكون فضولي تبحث عن المعلومة، تبحث عن الذات، تبحث عن الأشياء الخفية، هذا أمر هام. كن فضولي أنت كأب وأم، وعلم أبنائك أو أطفالك أن يكونوا فضوليين في البحث والتحري وبحث عن المعلومة. هذا أمر لا يعيب الأطفال على فكرة، ولا يعيب الكبار. حينما تكون فضولي وتبحث عن المعلومة أنت شخص ستكون مشاعرك متقدة وهمتك عالية. كن فضوليا في كل الأداء، كن فضوليا في التواصل والاتصال والتعامل والمعلومة، كن فضوليا في العلاقات ولكن بأخلاق. تحياتي لكم. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد بشارات. إذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب، وأتمنى أن نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.